أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم التصوير رسما وفوتوغرافيا؟ التصوير حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، أدلة كثيرة من الأحاديث الصحيحة، ولم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم الكيفية التي يعمل بها التصوير، سواء كان رسما باليد أو نحتا بالتماثيل أو التقاطا بالآلة الفوتوغرافية، كله يسمى تصويرا. أنتم تسمونه تصوير، الذي يلتقط بالآلة يسمى تصوير مصور، والشكل الذي تأخذه الآلة يسمى صورة، والحديث عامة لم تخصص. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، كل مصور، سواء في الرسم أو بالنحت أو بالالتقاط بالآلة الفوتوغرافية التي يسمونها. فالذي يخصص شيئا من أنواع التصوير ويستثنيه عليه الدليل، يجيب دليل يخصص. نعم. أما التعليلات والفلسفات ما تخصص بها الأحاديث. نعم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: لكن قد يكون هناك تصوير يباح للضرورة، انتبهوا، قد يكون هناك تصوير يباح للضرورة، والضرورات تستثنى إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى التصوير ما لحيلة إلا بالتصوير، لا يصل إلى غرضه وحاجته التي لا بد له منها إلا بالتصوير، ما يسافر إلا بصورة، ما يسافر إلا بصورة، ما يحج حتى ما يحج إلا بصورة، ولا يسافر لأقاربه وبلده إلا بصورة، هذه مفروضة عليه، هذا ضرورة، يصور لا بس إلا ما اضطررتم إليه. أما الصور التي لا يحتاجها الإنسان ولا يلزم بها فلا يجوز له ذلك. نعم.